متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير. إليكم آخر تطورات الأحوال الجوية في المملكة. بحمد الله تأثرت المملكة خلال يعني تقريبا حوالي 18 ساعة الماضية بمنخفض جوي. هذا منخفض الجوي صنف بأنه من الدرجة الثانية، وجلب كميات وافرة من الأمطار بحمد الله إلى مناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة. آخر صورة الأقمار الاصطناعية المستلمة حتى ساعات صباح هذا اليوم تشير إلى استمرار تدفق المزيد من السحب نحو المملكة، ولتواجد المنخفض الجوي تقريبا وتمركزه إلى الشمال الغربي من الأراضي السورية، وهو مرفق بكميات كبيرة من السحب والغيوم. ولو أخذنا نظرة أقرب على المملكة سنلاحظ أن هناك كميات كبيرة من السحب دخلت إلى أجواء شمال ووسط المملكة خلال الليلة الماضية، وجلبت أجواء ماطرة شتوية في تلك المناطق. وتشير ذات صور الأقمار الاصطناعية إلى استمرار تدفق المزيد من السحب والغيوم باتجاه يعني المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط والمملكة، بما فيها أيضا حتى بداية وصول بعض من هذه السحب إلى أجزاء من المناطق الجنوبية بالإضافة للمناطق الشرقية من المملكة. بالنسبة لكميات الأمطار التي هطلت حتى ساعات صباح هذا اليوم، كانت كميات عالية جدا بحمد الله ووفيرة في مناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة. فمثلا في غربي العاصمة عمان سجلت تقريبا حوالي 65 ملم، وهي كمية مطر كبيرة جدا. في شرقي العاصمة عمان 35 ملم، في جنوب العاصمة عمان تقريبا حوالي 45 ملم، في مادبة 25 ملم، وفي مرتفعات البلقاء تقريبا حوالي 50 ملم. بالإضافة إلى أن المناطق الجنوبية من المملكة مثل العقبة ومعان والطفيلة لم تسجل أي أمطار. أما بالنسبة للكرك وعجلون وإربد وجرش والزرقاء ومفرق، فما زالت هذه القراءات غير متوفرة وستوفر قريبا بعد قليل، وسنوافيكم بها لكميات الأمطار التي سجلت في تلك المحطات. عودة إلى توقعات الأحوال الجوية خلال الساعات القليلة القادمة. آخر نماذج التنبؤات الجوية العددية تشير وأشارت إلى هذه الجبهة الهوائية التي أثرت المملكة الليلة الماضية. قد عبرت بالفعل المناطق الشمالية والوسطى من المملكة خلال ساعات نهار هذا اليوم. تبقى فرص الأمطار موجودة وحاضرة في أجزاء عدة من المملكة. الطقس اليوم سيكون شتوي غالبا غائم، مع فرص لزخات من الأمطار ما بين الحين والآخر، سواء في المنطقة الشمالية والوسطى أو حتى أجزاء ربما من المناطق الجنوبية من المملكة. اعتبارا من ساعات ما بعد العصر والمساء يتوقع أن يتحرك ذات المنخفض الجوي إلى الشرق والشمال الشرقي، مبتعدا بذلك عن المملكة، وبالتالي تضعف فرص هطول الأمطار، لكنها تبقى قائمة بالرغم من ذلك، وتكون لكن على شكل زخات متقطعة في مناطق عشوائية، وأيضا تكون متباعدة جغرافيا وزمنيا وليس بانتظام ما كان عليه خلال الساعات الماضية. ومن المتوقع كما تلاحظون إذا مناطق مختلفة متفرقة من المملكة تبقى بها فرص الأمطار خلال ساعات أيضا هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. انتقالا طبعا إلى توقعات الأحوال الجوية نهار هذا اليوم في العاصمة عمان، أجواء شتوية اليوم، درجات حرارة أقل بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام. الطقس سيكون باردا نسبيا ومتقلبا ما بين غالبا غائم وغائم، وتهطل الأمطار بمشيئة الله تعالى على شكل زخات ما بين الحين والآخر. تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم في العاصمة عمان 16 درجة مئوية، والأجواء أيضا رطبة مع نشاط في سرعة الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة. كما ذكرنا تراجع متوقع في حدة الأمطار مع ساعات العصر والمساء، وتسود أجواء باردة نسبيا ورطبة خلال ساعات الليلة القادمة، وربما يتشكل الضباب في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية، وتبقى فرص الأمطار حاضرة في بعض المناطق العشوائية من شمال ووسط المملكة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة هذا اليوم والصغرى الليلة القادمة وأحوال الطقس في مدن ومحافظات المملكة. ونبدأها شمالا من إربد من 19 إلى 12 درجة مئوية، في عجلون من 16 إلى 10، في جرش من 19 إلى 13، وفي المفرق من 19 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة عمان من 16 إلى 11، أما في البلقاء من 17 من 17 إلى 12، في السلط من 18 إلى 12، وفي الزرقاء من 20 إلى 13 درجة مئوية، في حين ترتفع اليوم في البحر الميت إلى 26 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى، وتهبط الصغرى إلى 19 درجة مئوية مع فرص أمطار حاضرة
في جميع هذه المناطق. انتقالا إلى المناطق الجنوبية من المملكة تكون كالتالي: في الكرك من 13 إلى 10 درجات مئوية، الأجواء باردة غائمة جزئيا مع فرص للأمطار، كذلك بروها في الطفيلة من 16 إلى 10 مع فرص للأمطار. في جبال الشراء أيضا الأجواء غائمة جزئيا مع فرص لبعض الأمطار قد تكون متاحة خلال ساعات نهار هذا اليوم من 16 إلى 10 درجات مئوية، في حين تكون في معان من 17 إلى 8 درجات مئوية مع بعض فرص الأمطار. أما في خليج العقبة فستكون الأجواء بها مختلفة تماما بمنع عن تأثير هذا المنخفض الجوي، والأجواء تكون غائمة جزئيا وخريفية معتدلة، وترتفع العظمى هناك إلى 27 درجة مئوية، في حين تهبط الصغرى في ساعات الليل إلى 16 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الشرقية من المملكة تكون في رويشت من 19 إلى 10، والأجواء باردة في ساعات الليل في مناطق البادية، في الصفاوي من 19 إلى 11، وفي الأزرق من 20 إلى 12 درجة مئوية، وجميع هذه المناطق فرص الأمطار بها موجودة ومتاحة خلال ساعات بقية ساعات نهار هذا اليوم. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، إذن اليوم الخميس الأجواء ستبقى ماطرة وشتوية بوجه عام، العظمى 16 والصغرى 11 درجة مئوية، مع بقاء الفرص كما ذكرنا لبعض السخات من الأمطار خلال ساعات الليلة القادمة. غدا الجمعة يتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تحل محل هذا المنخفض الجوي، تعمل بذلك على بقاء فرص الأمطار موجودة بشكل عشوائي خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى، وربما تصحب أيضا بحدوث الرعد، وتكون العظمى 18 درجة مئوية غدا والصغرى 11 درجة مئوية، مع تراجع واضح في فرص الأمطار ليلة الجمعة على السبت وحتى تناقص للسحب والغيوم. أما يوم السبت فيتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ولكن بالرغم من ذلك تبقى درجات الحرارة أقل مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5 درجات مئوية. الأجواء تكون خريفية مائلة للبرودة، ظهور للسحب والغيوم، تبقى فرص بعض الأمطار بشكل محلي ومحدود، والعظمى 20 درجة مئوية في ساعات النهار، أما الصغرى فتكون 13 درجة مئوية، والأجواء مائلة للبرودة وغائمة جزئيا. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد وماطر وشتوي أينما كنتم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.